في أول حوار له عقب إتمام الفحوصات الطبية بألمانيا وخلال حفل استقباله بالسفارة المصرية ببرلين، أدان قداسة البابا تودروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة مرقسية الإرهاب بكل أشكاله، وقال إن الأعمال الإرهابية التي وقعت في مصر مؤخرا والتي استهدفت وحدة الوطن لم ولن تحقق أهدافها، مشيرا إلى أن التاريخ يثبت أن مصر لا تنقسم أبدا، كما طمأن قداسته المصريين على حالته الصحية، وذلك من خلال الحوار الذي أجرته معه وكالة أنباء الشرق الأوسط. ولمزيد من التفاصيل معنا عبر الهاتف قداسة البابا تودروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية. أهلا بقداستك معنا يا سيدنا. أهلا وسهلا بكم. قداسة البابا، في البداية احنا يعني سعداء جدا بوجود قداستك معنا عبر الهاتف، وعايزين نطمن على صحة قداستك. أنا قضيت أسبوع في المستشفى وعملت بعض الإجراءات كده الجراحية والدوائية والعلاجية، لكن يعني الألم خف شوية لكن مش بدرجة نهائية. ألف سلامة على قداستك يا سيدنا. متشكر متشكر خالص. بخصوص رحلة قداستك لألمانيا، عايزين نعرف من قداستك مزيد من التفاصيل حول المؤتمر اللي قداستك هتشارك فيه. مؤتمر مقام للكنائس الشرقية، الكنائس الشرقية الموجودة في منطقة الشرق الأوسط وامتدادها، كنائس القبطية والسريانية والرومانية وامتداد السريانية في الهند. أساسا علشان الحديث عن مسيحية الشرق الأوسط في التحديات المستقبل، والمؤتمر ده مقام في ألمانيا في بيابس كنيسة الألمانية، الصوت المسيحي الشرقي من خلال منبر غربي. تمام. منبر المسيحيين خاصة في سوريا وفي العراق. كلمة قداستكم هتكون 20 دقيقة. الكلمة بتاعتي بكرة، وهي بتدور كلها عن التحديات اللي موجودة بتواجه المسيحية بصفة عامة في الشرق الأوسط، الأرض زور يعني على الأدق، و نظرتنا للمستقبل تكون ازاي. تمام. قداسة البابا، يعني اكيد حضرتك قداستك يعني علمت بما حدث في مصر الاسبوع الماضي تحديدا الخميس الماضي، وحادث يعني اغتيال القمص سمعان شحاتة، وكان لقداستك تعليق مهم جدا حول ما يدور في مصر. طبعا حادثة ابونا سمعان حادثة مؤثرة لنا، مش على مستوى الكنيسة بس على مستوى الوطن. الحادث بصورته الجنائية وصورته الإرهابية المجتمع المصري كله لا يقبل، طبعا أمر صعب ومؤثر على الحياة طبعاً المصرية كلها بصفة عامة، لأن إحنا دائما بنجد كل الاحترام لرجال الدين بصورة خاصة ووجودهم ودورهم وفعاليتهم في المجتمع. وطبعا الموضوع اللي حصل ده حصل متوازن معاه أو متزامن معاه برضو أحداث إرهابية تخص أبنائنا في القوات المسلحة، ده حقيقي، المصريين في منطقة قدسة البابا الوحدة اللي تربط. أسمع قداستكم جيدا، يعني واضح إن في بس مشكلة في الشبكة. ألو؟ أيوة قداستك كده سامعني كويس؟ أيوة اتفضل يا سيدنا. فالهدف بتاع كل هذه الحوادث تأثير على الترابط المصري والتلاحم المصري اللي موجود عبر التاريخ. وزي ما بنقرا كتير إن مصر بتجتاز معركتين، معركة ضد الإرهاب، والإرهاب ليس في مصر ولكن في العالم، وهي مصر واخدة دور الريادة فيه،
وايضا معركه في التنميه، تنميه المجتمع المصري من خلال المشروعات والاعمال الكبيره اللي بنسمع عنها وبنشوفها على ارض مصر. احنا اولا بنعاني اسره ابونا زوجته وابناء والاحباء، وبنعاني الكنيسه كلها، ونحن متألمين لانتقاله واستشهاده، لكن واثقين تماما بإيمان قوي أن الاستشهاد تكليل من السماء، وأيضا الاستشهاد هو قوة للإيمان على الأرض. لكن في نفس الوقت بنخاطب كل الجهات المسؤولة بالإجراءات القانونية المفروض تتم في مثل هذه الحوادث والإسراع بها، أن توجد حالة من حالات الألم أو الغضب الدفين في نفوس الكثيرين من هذا الأمر الذي حدث. ده حقيقي. قداسة البابا، ماذا عن لقاء قداستكم برئيس ألمانيا؟ اللقاء ده كان لقاء أيضا ويا البطاركة الشرقيين زي ما قلت لحضرتك، ده لقاء، لان هو اللقاء كله بيدور على كده. كانت جلسه استماع للرئيس الالماني شتاين ماير وبين الاباء البطاركه الاربعه، وكان الحديث طبعا منصب اساسا على سوريا. نشكر الله الحال في مصر حال طيب، لكن الحديث كان منصب اساسا على اللي بيحصل في سوريا، في لبنان، في العراق، وايه اوجه معالجه اثار الناس اللي هجرت والناس اللي سابت بلدها والناس اللي قربت والناس اللي عاشت كلاجئين في بلاد كثيره، كيفيه معالجه هذه الامور. وكان حديثي انا اساسا عن بقاء المسيحيين في الشرق الاوسط، عامل مهم جدا من اجل استقرار السلام في المنطقة بتاعة البحر الأبيض المتوسط. هايل. قداسة البابا متى سوف يعود إلى أرض الوطن؟ إحنا المؤتمر ده يومين، وبعد كده عندنا تدشين كنيستين أو ثلاثة كنايس للطية في مواضع مختلفة، طبعا ونيافة أنبا دميان ونيافة أنبا مشايين هنا في ألمانيا، وربنا يقوي يعني أقدر أقوم بالواجب ده، وبنعمة المسيح نرجع على نهاية الأسبوع اللي جاي بإذن ربنا. قداسة البابا، أثقلنا على قداستكم، وألف سلامة على قداستك، وترجع لأرض الوطن بألف سلامة. شكرا جزيلا قداسة البابا تودروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، كنت معنا على الهاتف لبرنامج نبض الكرازة.